فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الإنسان يجلس عند أو بعد دفن الميت بمقدار نحر الجزور؟ هذا أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الذي أوصى بهذا. أما الحديث الصحيح يقفون على قبره ويسألون، يستغفرون له ويطلبون له التثبيت، هذا الذي صح في الحديث، ولم يقدر هذا بوقت، إنما هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصاهم بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.